يبدو أن خلافات كاني وكيم لن تنتهي. شرع كاني في تهديد صديقته أنه لن يريها أبنائها مرة أخرى، ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. ما انتهى مغني الراب كاني ويست من هجومه على بيت ديفيدسون حبيب زوجته السابقة كيم كارديشيان إلا ونشر ليلة أمس رسالة خاصة أرسلها ديفيدسون لإله، وحكى خلال هذه الرسالة: أعدك بأنني لن أتدخل في علاقتك مع أبنائك، تربيتك لهم ليست من شأني، أتمنى يوماً أن نتقابل جميعاً ونكون أصدقاء. وكتب ويست في وصف المنشور: لا لن أسمح لك بمقابلة أبنائي. وتم نشر صورة مثيرة للجدل بتجمع ديفيدسون والمغني ماشين جين كيلي، واستعان بحديث سابق لديفيدسون وهو ينتقد كاني لتأييد لن دونالد ترامب عام 2020. ويشار أنه في يناير الماضي هدد ويست بضرب ديفيدسون في إحدى أغانيه. وكان ويست وكيم أعلنوا انفصالهم قبل فترة، وما زالت إجراءات الطلاق في طريقها نحو الانفصال رسمياً. وحدثت بعض الخلافات بين كيم وكاني، منها اعتراض كاني على انضمام بنته نورث لتطبيق تيك توك، ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: بما أنه هو أول طلاق لي، أحتاج إلى معرفة ما يجب علي فعله عن وضع بنتي على تيك توك والذي هو ضد إرادتي. وحكت كيم رداً على كاني: أنا المسؤول الرئيسي عن الأطفال، أبذل قصارى جهدي لحماية بنتنا مع السماح لإلها أيضاً بالتعبير عن إبداعها في الوسط اللي بترغب فيه مع إشراف الكبار لأنه بيجلب لها السعادة.